اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وكما جاء في بلاغ للمديريه الجهويه للصحه بجهه فاس مكناس والذي تنفي فيه صحه خبر وفاه مسنين اثر تلقيهما اللقاح ضد كوفيد 19، نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس صحة ما تداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصين مسنين لقيا حتفهما إثر تلقيهما اللقاح ضد كوفيد 19، مشددة على أنه لا أساس له من الصحة. وأكدت المديرية في بلاغ تكذيبي اليوم الأحد أن هذا الخبر عاري من الصحة وأن المستفيدين من اللقاح على اختلاف فئاتهم يتمتعون بصحة جيدة، لافتا إلى أن أطر نظام اليقظة اللقاحية يواكبون عملية التلقيح ولم يسجلوا أي أعراض مقلقة باستثناء بعض الأعراض الجانبية الطفيفة كاحمرار أو طفح جلدي أو حمى خفيفة. وأضاف ذات المصدر أنه على غرار جميع الأدوية والمنتجات الصحية يمكن أن يسبب لقاح فيروس كورونا آثارا جانبية خفيفة لدى بعض الأشخاص. وجددت المديرية الجهوية للصحة شجبها مثل هذه التصرفات وتحذر من كل ما من شأنه أن يعيق جهود البلاد وكل المتدخلين في مكافحة كوفيد 19. شوف تي في المغرب مكناس المديرية الجهوية من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. وهذا كان بلاغ تكذيبي للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصين مسنين لقيا حتفهما إثر تلقيهما اللقاح ضد كوفيد 19، والذي جاء هذا البلاغ ليشدد على أنه لا أساس لهذه الأخبار من الصحة ولا يوجد أي مشكل من هذا القبيل. كنتم معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر لتلاوة البلاغ الرسمي والبلاغ التكذيبي الذي خرجت به المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس والذي تنفي فيه صحة خبر وفاة مسنين إثر تلقيهما اللقاح ضد كوفيد 19. شكرا لكم على المتابعة، وبهذا ننهي هذا البث المباشر وإلى اللقاء.